كان الظهير الأيمن داني كارباخال هو الغائب الوحيد عن ميران ريال مدريد الإسباني ليوم الجمعة استعدادا لمواجهة ليفانتي في الليغا غدا السبت واستغل بعض اللاعبين فترة توقف المباريات الدولية للتعافي من إصابتهم ومنهم مارسيلو وإسكو بيل وكريم بنزيما والذين تدربوا اليوم بنفس وتيرة بقية زملاء الفريق ويحظى مارسيلو وإسكو بفرصة للعب في التشكيل الأساسي عن بيل وبنزيما وفي انتظار أن يعلن مدرب الفريق جولي لوبيتيجي عن قائمة الفريق فإن الغياب الوحيد المؤكد عن مباراة الغد بسبب الإصابة هو داني كارباخال الذي يعاني من مسكن في الأنسجة العضلية بالساق اليسرى